بصوا حبايبي، النهاردة هنعمل الفشار بطريقة صحية. أصح حاجة عشان تعملوا بيها الفشار إنها ما تبقاش طبعا في الميكروويف، وإنك انتي بتجيبي حلة ستانلس ستيل كده مثلا، وبالظبط تلمعيها بنقطة زيت تلميعة كده، طيب. وبعدين تفتحي تحتها النار، وتحطي فيها الفشار اللي هو اللي انت بتبقي شارياه كده من السوبر ماركت، اسمه دورا فشار. بتحطي فيها الفشار وتغطي الحلة، وكل شوية ترجيها ترجيها كده. هوريكي دلوقتي. دلوقتي احنا حطينا الفشار في الحلة اللي احنا يدوب حطينا فيها نقطة زيت ملمعين بيها الحلة كده، وفتحنا تحتيها النار عالية وهنغطي بسرعة، لان بعد حاجة بسيطة قوي هتبصي تلاقيه بيطقطق. انت بقى كل شوية لازم ايه تهزي الحلة كده عشان ما يتحرقش منك. فانا دلوقتي هفضل اهز الحلة واستناه يطقطق لغاية لما كله يطقطق، يبقى كده خلص. اهو دلوقتي بدأ الفشار يطقطق، وانا كل شوية بشيل الحلة من على النار واهزها جامد قوي عشان ما يتلسعش، وهستنى كده لحد ما كله يطقطق وبعدين اقفل. اما خلص صوت الطقطقه بقى، انا فتحت دلوقتي اهو، فلقيت ايه اهو كل الفشار استوى الحمد لله، وبطريقه بسيطه وصحيه جدا من غير مايكروويف ولا حاجه، وكده يبقى صحي جدا بالهنا والشفا. وكده الفشار بعد ما طلع، وتقدروا تحطوا عليه رشه ملح او نيوتيلا، يعني في ناس بتحبه حادق وناس بتحبه حلو، بس مع رشه ملح بيبقى لذيذ وكده صحي خالص، ما فيهوش اي حاجه خطر، مش معمول في الميكروويف ومش محطوط عليه زبده ولا اي حاجه، وهو بالظبط بنقطه زيت لمعتي بيها الحله وغطيتي الحله بعد ما حطيتي فيها وقعدتي ترجي الحله ترجي الحله كل شويه، لما تسمعي طقطقه وتخلص الطقطقه يبقى خلاص وبالهنا والشفا.